هذه اللجنة ديال المراقبة الإقليمية ديال عمالة مقاطعة عين سبع الحاج المحمدي اللي قامت بهاد المراقبة، وهي مراقبة اعتيادية كنقوموا بها بشكل يومي، غير تصادفات مع هاد الموجة ديال غلاء الأسعار ربما هي سبب وجود ديالكم اليوم معنا. الأمور راها عادية كيف ما كتشوفوا، شفنا كنشوفوا المحلات التجارية، كنشوفوا لافيشاج دي بخي، واش كاين لافيشاج دي بخي، واش كاين السلع اللي كتفوت لها الصلاحية ديالها. عندنا شركاء بطبيعة الحال ديال اللجنة الإقليمية، وزارة الصحة معنا، الشرطة الإدارية، جميع الفرقاء اللي معنا في عملية مقاطعة عين سبع. والأمور كيف ما كتشوفوا بشكل عادي، اللي عنده مخالفة حدنا حملة تحسيسية على هذا الشيء، من بعد إذا كانت شي مخالفة راه حنا كنقوموا بها في عين المكان كيف ما كتشوفوا. والأمور الحمد لله راه غادا بشكل مزيان. يمشيوا يراقبوا لوزينات الكبار، يراقبوا سنترال تشير من الداخل، ويراقبوا جودة من الداخل، ويراقبوا مرتدلة من الداخل. يمشيوا يراقبوا العلف ديال الدجاج اللي جاو لهم هما ماشي ديال الدرويش. عادي يجيو نهضروا، تكذبوا على بنادم، راه تشرى بنادم راه عيابي. يهضروا مع الناس، يهضروا على الأدوية اللي بيريمي، الأدوية أكثر من الأدوية، ويهضروا على الأثمنة ديال الأدوية ومنين تتجي. يمشي يعاودوا الريوسهم والله يشد فيهم الحق. وفينا هو البيريمي فينا، وراه كيجي مول لوزين ما تيبغيش يردوا لمول الحانوت. راه ما الشركة ما مول الحانوت هو ميرانا قال وقف عنده تيرد البيريمي تيبغيو، شي يقول تنعاودوا نرجعوا. الشركة قالوا لنا الشركة ديال من؟ ديالي أنا. يعني كتشوف بأن هذه المراقبة ما خصهاش أكذوبة تمثيل، تمثيل يراقبوا خصهم يديروا المراقبة على الأثمنة من الفوق منين جاية، يشوفوا الخضرة اللي كتخرج للجزائر والموريطانيا والسينيغال، عاد شو يهضروا معنا حنا هنا؟ يشوفوا الخضرة اللي كتخرج للسبليون وكتخرج برا، عاد شو يهضروا معنا حنا على المراقبة؟ حاقين على مول الحانوت، شنو مول الحانوت؟ شنو ذنبه؟ كيشرب درهم كيبيعها ب 22، صافي سالينا.